ملف مهم بقى اللي جاي، لان كلام تردد بشكل كبير وبقالنا يومين بنتكلم فيه. وفكره هنا فيتوريا، اللي جه قال لك فيتوريا يا جماعه ماشي، لا فيتوريا مكمل. طيب من الاخر لما بيبقى فيه كلام فيه يعني اكتر من تصريح واكتر من راي، دايما الواحد بيبقى عايز ينتظر ويعرف التصريح الرسمي من صاحب المصدر. امبارح تحديدا محمد غرابه مدير منتخب مصر الاول لكره القدم حسم القصه، قال لك ايه؟ قال فيتوريا المدير الفني للمنتخب مستمر في عمله ولا صحة مطلقا، مما يتردد على توصله لاتفاق مع أحد الأندية السعودية، وإن التقارير اللي صدرت من إحدى الصحف غير صحيحة على الإطلاق، وإن فيتوريا نفى وجود أي مفاوضات مع أي ناد سعودي. طبعا يعني خليني أقول إن فيتوريا هو حاليا بيقضي اجازه مع عيلته وملتزم جدا بعقده، ففكره عدم التواجد او فكره ما بيكون في اجازه مع تصريحات مختلفه ممكن من بعض الصحف يعني مش المحليه بيخلي فيه علامات استفهام او شكوك. ولكن اعتقد محمد غرابه حسم الموضوع، هو دلوقتي بيستعد المفروض حسب الكلام للتصفيات المؤهله ليه طبعا كاس العالم، وعندك بطوله امم افريقيا اللي هتكون باذن الله في يناير المقبل. فلا صحه تماما من فكره ان فيتوريا هيرحل عن المنتخب. دي كانت نقطة مهمة أو معلومة مهمة إن احنا نأكد عليها.